الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من كدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وفقهنا في ديننا وفي مهنتنا وما أقمتنا فيه يا رب العالمين. واجعل لنا نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي أبشارنا ودمنا وعظامنا وفينا، واجعلنا نورا يا رب العالمين بتوفيقك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الإمام إبراهيم الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح الإمام ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. ونحن اليوم نتكلم في آخر جزء في أركان الغسل أو واجبات الغسل، والغسل هو مقصد هام من مقاصد الطهارة، فالطهارة لها مقاصد ولها وسائل ولها وسائل الوسائل. فتكلمنا على أن الطهارة مقاصدها الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسات والتخليل بالاستحالة في الخمر، وكذلك في الدم إذا تحول إلى مسك، وهو الاستحالة والإكثار والاجتهاد، كل هذه وسائل مقاصد للطهارة. انتهينا من مقاصد الطهارة من الوضوء، واليوم نكمل الغسل. لها وسائل، تكلمنا على وسائل الطهارة بالتفصيل، وهو الماء والتراب، الماء والتراب والتخليل والدباغ، كل هذه وسائل للطهارة. وتكلمنا على وسائل الوسائل، الماء يأتي في أنية، فتكلمنا على الأواني وعلى أنواع الأواني وما يحل وما يحرم من استعماله. كل هذا يجب على كل مسلم أن يتعلم، ما هي أنواع المياه، وما هو الصعيد الذي يصلح للتيمم، وكيفية تطهير جلود الميتة بالدباغ، ويتعلم كيفية تخليل الخمر بطريقة تطهرها لأنها تتخلل بذاتها، فإن أضاف إليها شيء تحرم لأنها تصير خل متنجس، وهكذا. وقلنا في الغسل أنه يجب الغسل بستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة تختص بالنساء. الثلاثة التي يجب فيها الغسل وهي مشتركة بين الرجال والنساء: التقاء الختانين،
المعبر عنه عند الفقهاء بالإيلاج، أي دخول قدر حشفة في فرج آدم، قدر حشفة الذكر في فرج آدم أو في أي فرج، يبقى في هذه الحالة يجب الغسل. تاني حاجة نزول المني، ثالث حاجة الموت، يبقى يجب الغسل بثلاثة أشياء للرجال ويشترك معهم النساء فيه. التقاء الختانين، الحاجات دي لازم تحفظها أكتر من تحفظ جدول الضرب، عشان الحاجات دي هي اللي بتميز المسلم من غير المسلم، وعشان تعرف تنقل دينك لغيرك وتعلم دينك لغيرك، لأن أنت مش مطلوب أنك تعمل دينك في نفسك بس، لا، ده أنت مطلوب أنك تنفذه في نفسك وتنقله لغيرك، وإلا هيضيع الدين. ولو عمل كده أجدادنا كان زماننا احنا دلوقتي ضايعين، لكن أجدادنا إلى الصحابة ما عملوش كده، بل تركوا المدينة ومكة مع فضل الإقامة فيهما وماتوا في بقاع الأرض المختلفة يطلبوا نشر هذا الدين. فلازم نرث منهم هذا الأمر. الثلاثة الخاصة بالنساء: الحيض والنفاس والولادة، سهلة تكلمنا عليهم بالتفصيل، ثم تكلمنا بعد ذلك على واجبات الغسل، ماذا يجب على المسلم عندما يريد أن يغتسل إذا تلبس بموجب من موجبات الغسل الستة، طبعا عدا الميت، لأن الميت الذي يقوم بتغسيله غيره، فيجب على المغسل أيضا أن يعلم واجبات الغسل حتى يقوم بتغسيل الميت على الوجه الكامل. يجب في الغسل شيئان: النية وإيصال الماء لجميع أجزاء البدن، سهل. يبقى الغسل الشرعي محتاج في نية أن تنوي فرض الغسل مصاحبة لإيه؟ لوصول الماء لأول جزء من البدن، لأن لا ترتيب في أجزاء البدن في الغسل، فالبدن كله كجزء واحد في الغسل، بخلاف الوضوء، الوضوء الترتيب فيه مراد، فتجب النية عند غسل أول جزء من الوجه، ده الوضوء. لكن الغسل تجب النية عند وصول الماء لأي جزء من البدن، فالبدن كله جزء واحد، والنية لا تصح أن تكون نويت الغسل فقط، لأن كلمة الغسل تشتبه مع العبادة والعادة، بخلاف الوضوء، فلو قال نويت الوضوء فقط صح لعدم اشتباه الوضوء بغيره من العادات. أما الغسل فيشتبه مع الأغسال التي تكون للتبريد وتكون للنظافة وتكون لغير ذلك، ولذا وجب أن يقول فرض الغسل، أو يقول الغسل لرفع الحدث، أو يقول الغسل لاستباحة الصلاة، أو يقول الغسل لرفع الجنابة. يجب عليه أن ينوي هذه النية مع وصول الماء لأول جزء من البدن، ثم بعد ذلك يجب إيصال الماء لجميع أجزاء البدن. كل الكلام ده احنا تكلمنا عليه، كل اللي فات ده كان مراجعة للي حاضر أول مرة أو اللي حضر ونسي، فيجب عليك انك تحفظ. دخلنا هنا في تفاصيل بقى أجزاء البدن، قلنا ان لازم الشعر كله يوصل له الماء من أول جذر الشعرة إلى كل الشعر، فلو كانت ضفيرة امرأة مضفورة بإحكام فلا يصل الماء إلى باطنها إلا بفكها، وجب فكها، لكن لو كانت مضفورة بغير إحكام بحيث أنها إذا وصل الماء يصل إلى كلها لا يجب فكها. دي كلها تفاصيل لمعنى إيصال الماء لجميع أجزاء البدن. تكلمنا على الأظافر وقلنا أنه يجب إيصال الماء لجميع أجزاء البدن، فإن كان تحت الأظافر حائل كتراب لا يصح الغسل، فيجب إزالة الحائل وقص الأظافر حتى يصل الماء لجميع أجزاء البدن. كل دي تفاصيل لحاجة واحدة وهو إيصال الماء لجميع أجزاء البدن. ثم تكلمنا بعد ذلك أيضا على وجوب وصول الماء لحشفة الأقلف، أي الذي لم يختتن. الرجل الذي لم يختتن عند غسله الواجب يجب عليه أن يرجع الجلد الزائد الذي يغطي حشفة ذكره، فيصل الماء إلى حشفة الذكر وهو رأس الذكر الذي يظهر بعد الختان،
فإن لم يكن متختنا لا يصح غسله إلا إذا فعل ذلك، لا يصح غسله إلا إذا فعل ذلك، لأنه يكون في جزء واجب وصول الماء إليه لم يصل. كل هذا تفاصيل لمعنى واحد، وهو وجوب وصول الماء لجميع أجزاء البدن. ثم بعد ذلك يقول في تفصيل آخر، وقوله وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها، يبقى أيضا من ضمن أجزاء البدن في المرأة هو كل ما يظهر من فرج المرأة إذا قعدت القرفساء لقضاء حاجتها، فكل ما يظهر منها في هذه القعدة عندما تقعد هذه القعدة يجب إيصال الماء إليه. يبقى يكون الذي يصل وجب إيصال الماء إليه في المرأة التي تعدت ولادتها أكثر من المرأة التي لم تلد أصل، لأن المرأة التي لم تلد يظهر منها في هذه القعدة أقل مما يظهر من المرأة التي تعدت ولادته. فيبقى وجوب الأجزاء التي تغسل في المرأة التي تعددت الولادات فيها أكثر مما يجب في البنت التي اللي يسموها العوامل البكرية، بكرية يعني لم يسبق لها الولادة. وإلى ما يبدو من فرج المرأة لأنه يظهر في بعض الأحوال فصدق عليه أنه من الظاهر، فهو شبيه بما بين الأصابع، بجامع أن كل له حالة يظهر فيها. احنا قايلين برضو تخليل الأصابع لأنه من أجزاء البدن، كذلك مع ان انت وانت عامل كده مش باينه، لكن ليه حاله بيظهر فيها، هو انك تبعد صوابعك كده. كذلك الجزء الذي يظهر من فرج المراه حال القعود له حاله يظهر فيها فيكون ظاهر، فيبقى يجب ايصال الماء اليه. ومما يجب غسله ايضا المسربه، المسربه بفتح الميم وضم الراء، المسربه أو بضم الميم وفتح الراء بالعكس، يعني إذا ضمت الميم تفتح الراء وإذا ضمت الراء تفتح الميم، تبقى مسربة ومسربة. وضمها مع فتح الراء وضمها يبقى مسربة مسربة ومسربة، كويس، أو مسربة أو مسربة، يبقى ليك ثلاث لغات فيها. وهي إيه بقى؟ التقاء المنفذ بتاع الاست، فتحة الشرج مع الجلد، اللي بيسموها في بعض كتب المالكية تكاميش الدبر، في بعض كتب المالكية يعبرون عنها بلفظ تكاميش الدبر، والشافعية يعبرون عنها بلفظ المسروبة. اي واحد حول دبره تلاقي ايه تكاميش كده، تجاعيد تجاعيد تجاعيد، كويس. فيجب ايصال الماء الى هذه التكاميش التي هي ملتقى المنفذ مع الجلد الخارجي، لأنه من أجزاء البدن، يبقى يجب إيصال الماء إلى هذه الأجزاء أيضا. ومما يجب غسله المسربة وهي ملتقى المنفذ فيسترخي قليلا ليصل الماء، يبقى يجب الإنسان يقعد على رفيسه قبل ما يغتسل ويسترخي قليلا، زي كأنه هيحزق، كأنه هيتبرز، حاجة بسيطة عشان يبرز ويظهر الجزء اللي بيظهر في المعتاد ويوصل الماء ليه، كويس. فيسترخي قليلا ليصل الماء إلى ذلك. وينبغي لمن يغتسل من نحو إبريق، يعني كان زمان الناس ما بتغتسلش من دش، كانوا يغتسلوا بإبريق، يعني إنما الوقت إحنا الحمد لله مدلعين نفسنا، بس هذا يجب أنك تتعلم تغتسل بكافة الطرق، لأنه ممكن تروح تبقى في صحراء، تبقى في معسكر، مش هتفضل عايش طول عمرك في بيتك. احنا ناس بننادي بالجهاد ونفسنا يجي داعي الجهاد مرة اخرى وربنا يرزقنا الشهادة ويعيننا على ذلك، فلازم بقى نتعلم ازاي ننفذ عبادات ربنا في الظروف المختلفة. وينبغي لمن يغتسل من نحو ابريق ان ينوي رفع الحدث بعد الاستنجاء لئلا يحتاج الى مسه بعد ذلك، أن ينوي رفع الحدث بعد الاستنجاء. يبقى احنا قايلين ان في الاول الانسان في العادة بيستنجي ويزيل مواضع النجاسات من بدنه، وبعدين ينوي رفع الحدث بعد الاستنجاء، لانه لو نوى رفع الحدث قبل الاستنجاء ثم مس حلقة الدبر
انتقد وضوءه فكأنه غسله صحيح، ولكن يجب عليه أن يتوضأ. فهمت؟ لأن احنا قايلين من نواقض الوضوء ايه؟ مس حلقة الدبر على الجديد، مش كده؟ نواقض الوضوء نقولها تاني عشان تبقى حافظها برضه. نواقض الوضوء: خروج شيء من السبيلين، خروج شيء من السبيلين، النوم على غير هيئة المتمكن، زوال العقل بسكر أو مرض أو جنون أو غيره أو دواء، مس المرأة بدن بشرة المرأة الأجنبية، ويستثنى السن والظفر والشعر، مش كده برضه؟ وبعدين مس الفرج، مس الفرج بباطن الكف، والفرج يشمل القبل والدبر في الذكر والأنثى، ذكر الإنسان أو قبل الإنسان أو قبل غيره، على مذهب الشافعية، هذا التفصيل على مذهب الشافعية وإن كان هذا الأمر فيه خلاف. يبقى دي نواقض الوضوء. فطالما من نواقض الوضوء مس حلقة الدبر، يبقى يجب عليه أن ينوي رفع الحدث للمغتسل بعد الاستنجاء حتى لا يكون قد فعل حدثا بعد نية رفع الحدث. واضح؟ ودي المسألة يسموها الدقيقة، لئلا يحتاج إلى مسه بعد ذلك فينتقد وضوءه، أو إلى كلفة في لف خرقة على يده. لأنه لو كان نوى رفع الحدث قبل الاستنجاء، يبقى وجب عليه عند استنجائه أن يلف خرقة على يده فيستنجي بها، وإلا لو كانت باطن الكف مس ينوي الوضوء رفع الحدث مرة أخرى. وهذه هي المسمى بالدقيقة. يبقى المسألة الدقيقة إيه عند الشافعية في الغسل؟ ساعات يسألوا فيها، زمان كان المشايخ يحبوا يسألوا فيها في الشفوي، يقول له ما هي المسألة الدقيقة في الغسل عند الشافعية؟ تقول له أن ينوي رفع الحدث بعد الاستنجاء لئلا يحتاج إلى نية جديدة للوضوء، لأنه بمس حلقة دبره عند الاستنجاء يرتكب حدث للوضوء. فهمت إزاي؟ أدي المسألة الدقيقة. نعم، يحصل على يده حدث أصغر بالمس لحلقة دبره، وإن ارتفع الحدث عنها أولا فيجب غسلها بنية رفعه بعد غسل وجهه عن الجنابة، لعدم اندراجه في الجنابة لانفراد عنها. وهذه هي المسمى بدقيقة الدقيقة. دي مسألة تانية بقى. يعني هو نوى رفع الحدث، الحدث بالغسل، ثم مس حلقة دبره، كويس، خلاص الماء اللي نازل بيرفع حدث الجنابة لكن ما يرفعش حدث الوضوء. فهمت ازاي؟ يبقى يجب عليه في الحالة دي بعد وصول الماء الى وجهه في اثناء الغسل أن يغسل يده، لأن ترتيب رفع الحدث عن اليد يكون بعد وصول الماء واستيعابه للوجه. فإن نوى رفع الحدث في هذه الحالة بعد وصول الماء إلى الوجه ارتفع عن اليد، وهذه المسألة تسمى دقيقة الدقيق، فلا يحتاج في هذه الحالة إلى نية وضوء جديد. فهمت بقى المسألة؟ يبقى يا إما تخرج منها خالص ما تخشش فيها، إنك أنت تستنجي أولا ثم تنوي بعد ذلك رفع الحدث فما تحتاجش للمسألة دي واسمها الدقيقة، يا إما تنوي رفع الحدث عن يدك بعد وصول الماء إلى الوجه، لأن رفع حدث الوضوء عن الوجه عن اليد لا يتم إلا بعد الوضوء بعد الوجه، لوجوب الترتيب في الوضوء دون الغسل. واضح؟ الوضوء لازم فيه ترتيب عند الشافعية. يعني ما ينفعش ان انا انوي رفع الحدث وانا بتوضأ وبعدين اروح غسل دراعي وبعدين اروح غسل وجهي وبعدين اروح غسل رجلي وبعدين اروح مسح على رأسي. هذا الوضوء عند الشافعية لا يتم فيه الا رفع الحدث عن الوجه بس بالترتيب ده. فهمت ازاي؟ يعني افرض ان انا رحت غسل دراعتي الاثنين، نويت فرض الوضوء
ورحت غاسل درعت الاثنين، ورحت غاسل وجهي، ورحت غاسل رجلي، ورحت مسح على وجهي على رأسي، وتاني ماشي. هذا الوضوء يصح عند المالكي، لأن الترتيب عندهم سنة وليس واجب، لكن باطل عند الشافعية، لأن الترتيب عندنا واجب. ودليل الشافعية في هذه المسألة قوي، ليس لأني شافعي متعصب، لا، ولكن من حيث النظر في الدليل دليلهم قوي. وإحنا عندنا المذهب حتى لو كنا مالكية الخروج من الخلاف مستحب، فيبقى يجب مراعاة الترتيب، لأن خلاف الشافعي قوي في المسألة. يبقى في الحالة دي لما أنا أعمل كده يبقى لا يرتفع الحدث إلا عن وجهي بس. ليه؟ لأن أنا لما غسلت دراعتي ما يرتفعش الحدث إلا لما يكون الوجه اتغسل، فطالما ما اتغسلش الوجه يبقى مش هيترفع الحدث. كويس؟ فرحت غسل دراعتي الاثنين، وبعدين رحت غسل وجهي أو ارتفع عن الوجه لأنه أول واحد، وبعدين رحت غسل رجلي، حدث الرجل ما يرتفعش إلا بعد غسل الذراعين والمسح الرأس. يبقى كل اللي عملته ما حصلش إلا إن أنا ارتفع عن الوجه بس. يبقى ساعتها عليا إن أنا أغسل دراعتي وأمسح على رأسي وأغسل رجلي. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده إحنا قلنا لو مس حلقة دبره ونوى رفع الحدث ارتفع حدث الجنابة ولا يرتفع حدث الوضوء، فيبقى إيده متلبسة بحدث وضوء. لا يرتفع حدث الوضوء عن اليد إلا بعد استيعاب الوجه بالماء لمراعاة الترتيب في الوضوء. يبقى في هذه الحالة وهو بيغتسل بعد ما الماء يجي على وجهه يروح ناوي رفع الحدث عن إيده ويغسلها مرة تانية، ساعتها يترفع. فهمت بقى المسألة؟ بس دي سموها دقيقة الدقيقة، علشان نقول له انت في غسلك ده يكفي عن الوضوء كمان. مش احنا بنقول للناس يا جماعة لو اغتسلت يجي لك يسألك يقول لك يا فضيلة الشيخ انا اغتسلت ينفع بالغسل ده من غير ما اتوضى بنية الغسل اروح اصلي على طول؟ بتقول له اه، ما لم ترتكب ناقض للوضوء في اثنائه. مش كده برضو؟ ما لم ترتكب ناقض للوضوء في اثنائه يبقى هذا الغسل يصلح، لانه ما يزيل الحدث الاكبر يشيل الاصغر من باب اولى. واضح الكلام؟ طيب، لكن امتى نقول له لا لازم كمان تتوضى؟ لو هو ارتكب، افرض انت وانت بتغتسل واحد طلع ريح، ينفع يروح يصلي؟ يبقى لازم يبقى هنا خروج الريح منه باثناء الوضوء ده خلى اعضاء الوضوء اصيبت بحدث الوضوء. فهمت ازاي؟ كلها. يبقى لو خرج الريح قبل غسل الوجه يبقى يحتاج انه ينوي رفع حدث عشان يغسل وجهه، وبعد كده يستوعب دراعته، وبعدين يجيب الماء على رأسه، وبعدين يستوعب قدميه، عشان نقول له اطلع بقى صلي، والا مش هينفع نقول له اطلع صلي. فهمت ازاي؟ لكن ما نقولوش عيد غسلك، نقول له عيد وضوءك بس. فهمت؟ دي اسمها المسألة دي اسمها ايه؟ دقيقة الدقيقة، اللي هو ينوي رفع الحدث عن اليد بعد استيعاب الوجه بالماء. مش هيترتب على تعليق الحدث باليد الحدث؟ لا، ما هو خلاص بقى، ما هو هيرفع الحدث عن البتاع ويكمل غسله عادي، يستوعب بقية أعضاء الغسل اللي هي بقى الرأس والقدمين وبقية جسمه، يمشي بقى عادي. فالمخلص من ذلك كله عشان ما يقعش فيها بقى أن يقيد النية بالقبل والدبر، كأن يقول نويت رفع الحدث عن هذين المحلين، فيبقى حدث يده حينئذ ويرتفع بالغسل بعد ذلك كبقية بدنه، لو عايز يخلص منه. يعني يقول نويت رفع الحدث عن القبل والدبر في الأول وهو بيستنجى. أيوه، لأن القبل والدبر قد يكون في نجاسة تحتاج إزالتها، فإذا أزيلت النجاسة يحتاج نية رفع الحدث عنهم. مش كده برضو في الغسل مش في الوضوء؟ وعلشان كده في الغسل لما ينوي رفع الحدث عن القبل والدبر ويروح غسل الدبر القبل والدبر، بعد كده ينوي رفع الحدث مطلقا بقى، ما يجيبش سيرة لا قبل ولا دبر. بعد كده هيروح مرفوعا كله لانه مش محتاج ترتيب، مش محتاج ترتيب بقى. فهمت بقى المسألة؟ سهل.
ده في السنن، احنا بنتكلم في الاركان بيندرج فيه، لكن في السنن هيقول لك بعد كده انك انت بتزيل النجاسه وبتنوي رفع الحدث، الغسل لرفع الحدث، وبعدين تبدا بالوضوء، وبعدين بعد كده تعمم بدنك بالماء، وبعدين في الاخر تؤخر غسل القدمين او تقدمهم في الاول، مختار على حسب الحال. يعني واحد قضى حاجته وهو كان يعني عليه جنابة، وهو بيقضي حاجته بيستنجى، لكن في أثناء استنجائه ما نواش رفع الحدث، فيبقى عليه إنه يغسل قبل ودبره مرة تاني بنية رفع الحدث. ما هو الوقت هيوصل المية إزاي لمنطقة المسروبة، وهي يجب إيصال الماء إليها لأنها من البدن، فهمت إزاي؟ يلبس جوانتي ويريح، ما يضرش، لأنه طالما في حائل خلاص يحط جوانتي عنده في الحمام، يلف خرقة في إيده ويمشي، ما يضرش. ما هو لازم تتبل، ما هو هيعملها بالجفاف، هو حد بيغتسل بالبخار، ما هو لازم تجيب الله. ها؟ الاستنجاء لا يحتاج لنية، لأن إزالة النجاسة لا تحتاج لنية، لكن رفع الحدث هو اللي بيفتقر لنية. سهلة؟ في الغسل في الوضوء لا، طب احنا قلناها، ولا فرق بين خفيف اللحية وكثيف اللحية في وجوب إيصال الماء إلى باطن البشرة. طب ما أنت شعرك هو كثيف بتاع دماغك، مش لازم توصل لحد باطنه؟ طب ما دي زيتي. في الغسل واجب، في الوضوء لتكرره تيسيرا فالكثيف يستثنى، تيسيرا، لأن احنا قايلين من قواعد مذهب الشافعية إن المشقة تجلب التيسير، مش كده برضه؟ من قواعد المذهب. قوله فتصير من ظاهر البدن اللي هي المسروبة يعني، ولو في بعض الأحوال، يعني بيقول لك إن المسروبة اللي هو التقاء الاست، فتحة الاست مع الجلد، دي الحتة دي اللي فيها التكاميش دي، تعتبر إنها جزء من ظاهر البدن ولو في بعض الأحوال. يعني الواحد هو في وضع السجود، ما هي ظهر بقت جزء في وضع من ظاهر البدن، يبقى يجب إيصال الماء إليه. شفت بقى الفقهاء لما يجي يفهم من قول النبي بتعميم البدن بالماء يفصلها تفصيل واضح إزاي؟ أدي في طريقة الفقه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ بلغوا عني فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني رب يأتي من بعد النبي في أجيال غير الصحابة من يكون أفقه ممن بلغنا من بعض الصحابة، افهم دي. وكنا بنقول أفقه مش معناه أفضل، فالصحابة أفضل، لكن في فرق بين الفقه وهو الفهم الدقيق أو الفهم مطلقا، وبين الأفضلية فأكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضيلة بعد الصحبة، فهمت إزاي؟ عشان تفهم لحسن تفتكر إن أنا بقولك إن يجي بعض الفقهاء يكونوا أفضل من الصحابة، لا ما قلناش، افهم. وسننه، سنن الغسل بقى اللي فات ده أركان الغسل. وسننه لما تكلم على فرائضه شرع يتكلم على سننه، أي الغسل، أي من حيث هو واجبا كان أو مندوبا. يعني الغسل المندوب أركانه زي الغسل الواجب، يعني غسل الجمعة والغسل للعيدين، الغسل لحضور درس العلم، الغسل لكل ليلة من رمضان، الغسل لدخول مكة، الغسل للإحرام، أغسال مسنونة كثيرة قد تصل إلى 40 غسل من الأغسال المسنونة، فهمت إزاي؟ برضو واجباتها وسننها زي الغسل الواجب بالظبط، زي ما بقول لك إن صلاة السنة واجباتها وأركانها زي صلاة الفريضة، مش كده برضو؟
وسنانها زي صلاة الفريضة، وإن الوضوء التجديد اللي هو الوضوء السنة يشبه في الصورة الوضوء الفرد اللي بيرفع الحدث، مش كده برضو؟ يبقى ادي معنى كلامه ان لا فرق في سنن الوضوء بين الوضوء الواجب والوضوء في سنن الغسل بين الغسل الواجب والغسل المندوب، يعني برضو المندوب بالرغم انه سنه الا انه ليه سنن. ها؟ وليه مبطلات برضو؟ ما هو لا، ما هو الغسل ده موجباته واحده بقى اللي هي هتبقى مبطلات وهي موجباته. يعني لو ارتكب اي موجب من موجبات الغسل خلاص هيحتاج يغتسل مرة أخرى. في إيه؟ الكيفية، الكيفية نفسها، الكيفية نفسها، هذه الكيفية بتنقسم إلى أجزاء منها واجبات وأجزاء منها سنن. هذه الكيفية قد تكون واجبة وقد تكون مسنونة، زي تجديد الوضوء والوضوء الفرض، زي الغسل الواجب والغسل، زي انت ما بتقول انا بصلي سنة الظهر، سنة الظهر دي مش سنة لكن يجب قراءة الفاتحة ويجب فيها القيام مع، ولا يجب فيها القيام مع القدرة لكونها سنة، فهمت ازاي؟ لكن يجب فيها تكبيرة الإحرام، يجب فيها النية، يجب فيها الركوع مع الاطمئنان فيه، ويجب فيها التشهد في الركعة الأخيرة، ويجب فيها التسليم، واخد بالك ازاي؟ يعني فيها واجبات بالرغم ان هي اصلا سنة الا ان فيها واجبات. ادي المعنى. وسننه خمسة أشياء، أي باعتبار ما ذكره هنا، وإلا فهي كثيرة لأن ذكره هنا على سبيل الاختصار فقال له خمسة أشياء، لكن الحقيقة السنن بتاعته أكثر من خمس أشياء لو أردت التفصيل، ده معنى كلامه. كما أشار إليه الشارح بقوله فيما يأتي: وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات. أول حاجة في السنن التسمية، أول حاجة في السنن التسمية، أي مقرونة بنية سنن الغسل كما مر، يعني بسم الله نويت سنن الغسل، سنن الغسل اللي هي غسل الكفين والوضوء قبله والحاجات دي كلها اسمها سنن الغسل. وأقلها بسم الله وأكملها كملها، تقول بسم الله الرحمن الرحيم هي الأكمل، مش زي بعض الشباب سمعتهم الجماعة اللي هم ما تعلموش على المشايخ يقول لك في الأكل تقول بسم الله بس، لأن النبي قال لك سمي الله، ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم. والله سمعت واحد بيقول كده، حاجة غريبة يعني، فهم غريب الشكل، يعني يخليك يقول لك كده وانت بتاكل نفسك تسد، ليه؟ من أسلوب الفهم. لكن قول بسم الله الرحمن الرحيم ما يجراش حاجه. لا بس في رحمه ليك انت وفي رحمه للي بياكل معاك برضه، ما تاكلش كل حاجه وتسيبه جعان، يعني عايز برضه رحمه. لا يعني هي الفكره زي ما بقول لك، انت تقول بسم الله ما فيش مانع، قلت بسم الله الرحمن الرحيم ما فيش مانع، سهله يعني، خليك راجل سهل. ها؟ الأفضل الأكمل، ما هو الأكمل أكملها، مش قال لك كده؟ الأكمل أكملها. ها؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك سمي الله، ومعروف إن المسلم ما بيسمي الله بيقول إيه؟ افهم، خليك. النبي بيكلم ناس فاهمة، ناس فاهمة عرب، مش بيكلم أجانب. أما يقول لك سمي الله، يعني انا لو اكلت قدام النبي وقلت بسم الله الرحمن الرحيم يقول لي لا قول بسم الله بس، يا رب تاكل قدام النبي وجرب كده، هيفرح بيك لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. قلت بسم الله هيسيبك برضه، مش هيقول لك حاجه، لو ما قلتش حاجه هيقول لك سمي الله. وافهم انت بقى، فهمت؟ فالواحد لازم يفهم، يبقى عنده نوع من الفهم، لان بتبقى عنوان، اصل البسمله دي عنوان. زي ايه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي روايات ما قالش أني رسول الله. طب افرض واحد قال لا إله إلا الله ولم يعترف بنبوة نبينا يبقى مسلم؟ يبقى كأن النبي لما قال لا إله إلا الله يعني عنوان الشهادة، يعني عنوان الشهادة، يعني يقولها كاملة يعني،
هو بيقول اختصارا على اساس بيكلم مسلمين والناس فاهمين ان لا اله الا الله وحدها لا تكفي، لازم معاها محمد رسول الله. فان قالها وحدها لا تكفي، فاما يقول لك امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، يعني معه محمد رسول الله، يبقى هو بيقولها عنوان، افهم بس سهله. فاما يقول لك سمي الله عنوان، حط تحتيه اي تسميه. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، يمشي كله يمشي. فهمت ازاي؟ يعني سيدنا محمد رسول الله طبعا، امال ايه؟ امال ايه؟ طبعا دي عنوان، اسمها عنوان. جزاك الله خير. يبقى وأقلها بسم الله وأكملها كمالها، ولا يقصد بها ولا يقصد بها الجنب ونحوه القرآن، بل الذكر فقط، لأن لا يجوز على الجنب أنه ينطق قرآنا. فيبقى ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يقصد قرآنيتها بل يقصد ذكرها، أنها ذكر. فهمت؟ ما هي آية، كل العلماء بيقولوا أنها من القرآن، منكرها كافر. لكن هل هي آية منفصلة ليست آية من كل سورة، ولا هي آية من الفاتحة وبتتكرر في كل سورة استفتاحا، ولا هي آية استفتاحية وليست في كل سورة؟ دي مذاهب، لكن كله بيقول بقرآنيتها، كل العلماء يقولوا بقرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، غير بتاع سورة النمل، بسم الله الرحمن الرحيم بس كده. كل العلماء بالإجماع أنها آية من القرآن، لكن هل هي آية من الفاتحة أم لا، دي اللي فيها الخلاف. بس الكوفيين قالوا أنها من الفاتحة وعدوها واحد، والإمام النافع عنده ليست آية من الفاتحة بل هي الاستفتاح، هي قرآن لكنها للاستفتاح. نقل عنه ربما، لكن اللي استقر عليه الإجماع بعد ذلك، اللي استقر عليه الإجماع بعد ذلك أنها من القرآن ومثبتة في المصحف، وكل ما هو مكتوب بين دفتي المصحف داخل البرواز قرآن، واخد بالك؟ ما لم يكن رقم الآي أو شيء من هذا، معلش هو ده اللي بيستثنى، لكن كله قرآن. وإحنا نميل يعني الشافعية إنها آية من الفاتحة، وأنه لو لم يقرأها تبطل صلاته، وأنه يجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة في مواضع الجهر، واخد بالك؟ ده رأي الشافعي. والمصحف اللي بين أيدينا اللي مكتوب بقراءة حفص عن عاصم، عدها لك واحد، وده بإجماع علماء القرآن بالتواتر معدودة واحد، واخد بالك ازاي؟ وكل القراء بسمله في أول السورة، وكل في أول السورة بسملة في طيبة النشر أيضا، وكل أي كل القراء في أول السورة بسملة، والفتحة سورة ولا مش سورة؟ يبقى بسمله في أول. فهمت إزاي؟ يبقى خلاص، يبقى جميع القراء، وإحنا خدنا القرآن سماعا، بسمله في أول السورة والفتحة سورة، يبقى بسمله في أول الفتحة. أمال إيه الأحاديث اللي كانوا يقول لك يبدأ بالحمد لله رب العالمين؟ عنوان الفتحة، ما يقصدش بقول الحمد أي بسورة الحمد لله رب العالمين، الفتح يقصد العنوان. أما لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، دي إدراج من الراوي، إدراج من الراوي، يعني الراوي مش فاكر هل النبي فعلا كان بيقول بسم الله ولا لا، لكن هو متأكد أنه كان بيقرأ الفتح. أدي المعنى، يسموه إدراج من الراوي، عشان كده الشافعية ما خدوش بالروايات اللي بتقول الحمد لله رب العالمين بس، اعتبروا أن اللي بينكر ان النبي يعني لم يقرأها ان هو بينكر سماعه لها لا فعل النبي لها. اما من اثبت فالمثبت مقدم على النافي. فهمت؟ ده رأي الشافعية، عشان كده رأي الشافعية قوي. احنا كنا بنصلي ورا مشايخنا الملكية زي الشيخ اسماعيل صادق العدوي، كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهو ملكي، واخد بالك؟ لا بأس بهذا، لان الخروج من الخلاف مستحب. لكن صلب اصل مذهب الملكيه يكره ان يقراها اصلا، يكره ولا في سره، مكروه ده في صلب مذهب الملكيه لما تدرسه. لكن ولا واحد من الملكيه اللي احنا اتعلمنا على ايديهم منذ طفولتنا لحد دلوقتي اللي هم العلماء منهم الا ويجهروا بيها زي الشافعيه، ما تصلي وراه ما تعرفش ده ملكي ولا شافعي.
تلاقيه على طول بسم الله الرحمن الرحيم ويشتغل في الفتحة على طول. ليه؟ خروجا من الخلاف، لأن العلماء اتفقوا على أن مراعاة الخلاف واجب والخروج من الخلاف مستحب. وأكملها كمالها ولا يقصد بها الجنب ونحوه القرآن بل الذكر فقط أو يطلق، فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم، ويأتي بها في أوله أو في أثنائه ولا يأتي بها بعد فراغه كما تقدم في الوضوء. افرض الناس يقول بسم الله في أول الغسل زي ما قلنا في الوضوء، بسم الله أولي وآخري بمجرد تذكر كما يحدث في طعامه، ولكن يفرق بين الطعام وبين الوضوء والغسل أن في الطعام لو لم تذكرها حتى فرغت من طعامك تقول أيضا بسم الله أولي وآخري، أما في الغسل والوضوء فقد فات وقتها فلا يستحب أن تقول لأن خلاص عدت. حتى لو كان كاشف العورة. والوضوء ومنه المضمضة، يبقى أول حاجة من السنن التسمية وبعدين الوضوء. ومنه المضمضة والاستنشاق، ويسن للغسل مضمضة واستنشاق غير اللتين في وضوئه كمان. يبقى أنا عندي في الأول يسن التسمية والوضوء، ولما أبدأ بقى في الغسل أتمضمض تاني واستنشق عشان أدخل الوضوء في الغسل خروجا من خلاف من أوجب، خروجا من خلاف من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء. الحنابلة، حنابلة أوجبوا الاستنشاق والمضمضة في الغسل دون الوضوء في قول، وقول تاني قال لك الاستنشاق دون المضمضة، وفي قول تالت المضمضة والغسل، وقول رابع زي الشافعي سنة. يبقى لما أنا أخرج من الخلاف وعشان كده بسمل وبعدين أتوضأ وبعدين أنوي، وبعدين بعد ما أعمل الغسل وأنوي الغسل بقى أتمضمض تاني واستنشق تاني في أثناء غسل، بالرغم أن أنا استنشقت وتوضأت في أثناء وضوئي الأول. ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتاج إلى إعادته. خد بالك حلوة دي، الوضوء اللي في الأول الغسل ده من سنن الغسل وليس من صلب الغسل، فلو أحدث بعده يعمل غسله عادي وما يحتاجش يعيد وضوءه تاني. فهمت؟ لا، ما هو بينوي الغسل بقى خلاص هيرتفع حدثه مع أعضائه، بينوي سنن الغسل وبعد ما يخلص الوضوء ينوي فرض الغسل زي في الوضوء العادي. احنا لينا نيتين، الشافعية ليهم نية سنة في الأول علشان البسملة والسواك والمضمضة والاستنشاق وغسل الكفين يدخلوا في العبادة، ونية فرض عند غسل أول جزء من إيه؟ من الوجه. قلنا كده في الوضوء زمان. التفاصيل دي على مذهب الشافعية يا جماعة مش على مذهب بقية المسلمين، احنا بندرس مذهب الشافعية. أيوه، هيعيد بقى غسله من اول وجديد، عايز يعيد كل سننه يتوضى تاني، واخد بالك؟ بس كما قاله الرملي. يبقى الامام الرملي قال لك لو احدث بعد الوضوء الاولاني ده قبل ان يغتسل لم يحتاج الى اعادته كما قاله الرملي. وقال ابن حجر تطلب اعادته، وحمل الاول على أنه لا يعيد، وحمل الأول على أنه لا يعيد من حيث سنة الغسل لأنه سنة في الغسل، والثاني على أنه يعيد خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج، بعدم الاندراج في الغسل. يبقى ابن حجر قال يتوضى تاني خروجا من خلاف أنه لا يندرج في الغسل. في بعض المذاهب وإن كانت غير معتبرة إلا أنهم قالوا كده، وانت خليك تتعود طالما ربنا موسع عليك والميه كتيره وعندك وقت اعمل عباده تصح على كل المذاهب طالما انت راجل عالم. كاملا قبله، يعني يتوضأ وضوءا كاملا قبله،
إنما اقتصر على ذلك لأنه الأفضل، وإلا فجميع الكيفيات من تقديم الكل أو توسيطه أو تأخيره أو تقديم البعض وتوسيط البعض الآخر أو تأخيره أو توسيط البعض وتأخير البعض الآخر محصل للسنة. يعني كونك تتوضى الأول، تتوضى في وسط الغسل، تتوضى آخر الغسل، تتوضى جزء من الوضوء الأول وبعدين بعد كده تغتسل وتكمله بقيته في الآخر، واخد بقى؟ كل ده ينفع، كل دي كيفيات تنفع. فهمت ازاي؟ كل دي كيفيات تنفع. لاعتبار انه يندرج رفع الحدث الاصغر بالاكبر، بيندرج فيه، فطالما مندرج فيه يبقى محتاجش يعيده. ها؟ ممكن في اثناءه كده تتوضى وفي اثناءه تعمل جزء من الوضوء وبعدين تخلي رجلك في الاخر، عشان مثلا انت واقف من غير شبشب وعايز بعد كده تروح غسل رجلك اخر حاجه بقى وتحطها في الشبشب نظيف. لما يكون واحد مثلا بيغتسل في حته فيها رمل، حته طين في الخلاء في بتاع، هيجي يتوضى ويغسل رجله وبعدين يحطها في الطين تاني، واخد بقى؟ ما لهاش لازم، فيخليها في الاخر. او بيغتسل في ايه؟ في الاناء، فكل الميه نازله ورجلي واقفه في الميه المتراكمه، يبقى في الحاله دي بيخلي رجله اخر حاجه. حسب بقى الظروف، يعني كل واحد بيختار الظروف اللي هو فيها. موالاه سنه في ايه؟ ايوه، ما هي الموالاه سنه، بتسقط سنيه الموالاه امتى؟ بتضيع امتى؟ لما يجف العضو السابق. هو ما جفش، ده هو شغال في البلل، الدش شغال اتبل امتى؟ لا لا لا، مش مقصود كده. الموالاة عندنا حدها ألا يجف العضو السابق، مش كده برضه؟ بس فهو ما جفش، هو شغال. يعني أنا أعضاء الوضوء مبلولة لسه، وبدأت إن أنا أعمل حاجة حتى مش الغسل خالص، التليفون المحمول رن، رحت رديت عليه وجسمي لسه، كانت مكالمة قصيرة حطيتها كده وجسمي لسه مبلول، ما ضاعتش المولى، خدت بالك؟ فما بالك اللي شغال في الغسل. سنة. متى تجب في الشافعية؟ لا، عند دائم الحدث. دائم الحدث واجبة لدائم الحدث، واجبة لدائم الحدث عندنا برضه زي الملكية، لأنها طهارة ضرورة، مش كده برضو؟ طيب. يقعد يستنى ساعة اتنين تلاتة وينشف ويلبس ويقعد يعمل أي حاجة، بس ما يعملش أي نقد للوضوء لحد ما تيجي المية يكمل. لا يكمل على مذهبنا كده، حلو، مذهب جميل. أنا عملت كده، أنا في صلاة العشاء أنا كان عندي عملية قبل ما أجي لكم، فكنت في مستشفى كده ما فيش حته شبش، بقلع الشراب عمليه مزعجه، فرحت اتوضيت كلي ومسحت على الشراب، جيت هنا رحت قلع الشراب ودخلت غسلت رجلي ونويت معاكم، وخروجا من خلاف من لا يجيز المسح على الجورب، مش كده؟ بس مع ان انا كنت متوضي من الساعه 6 وجيت هنا غسلت رجلي الساعه كام؟ 7 الا ربع، ما يجراش حاجه. مذهب الشافعي حلو يعني في الحته دي، بدل ما رجلك تقشف. ايوه اخر حاجه بقى، بس لما تيجي في الحاله دي بتنوي بقى رفع الحدث عنها ليعزوه بالنيه بالمسافه، يبقى في الحاله دي بتروح ناوي بقى رفع الحدث عن الرجل. ليه؟ لان عزبت النيه، يعني مشيت بقى، بعدت النيه بقى لنا مده، فساعتها بقى تروح ناوي مع ايه؟ غسل الرجل رفع الحدث عنها، واخد بالك ازاي؟ بس عشان المسافه طالت، انها ما تغسلهاش وانت غافل. يعني مع الفارق، مع الفارق لا يجيزه طبعا، لا 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 يجيزه، ده لا يجيز الخف. الجورب بتاعنا القماش ده لا، ما ينفعش على مذهب المذاهب الاربعه، ولكن قول عند الحنابله، بس قول كمان، مش المذهب، مش اصل المذهب، هو قول في المذهب كمان. الجورب العادي ده في قول، لكن احنا بنفتي بيه الناس البهوات اللي ايه، اللي قاعدين طول النهار بشراباتهم في شغلهم
ولو قلت له لازم تقلع وتتوضى يروح مضيع الصلاه يقول لك اما اروح بقى بتوضى. نقول له يا عم امسح عليه وصلي، ما انا قاعدين من عايزينه يصلي. حتى لو سميك طالما ينفذ الماء، ما احنا هتيجي الحته دي ليه مستعجل؟ ان شاء الله هتيجي بعد عده شهور. بس بالشروط، بالشروط انها لا تنفذ الماء وتتحمل تتابع الخطى وتغطي مواضع الفرد وتكون طاهره، واخد بالك؟ بالشروط دي برضه اللي اشترطها الفقهاء يعني. مش كل مذهب الحنابله قول عند الحنابله، لا يجوز كل مذاهب المسلمين لا تجوز الا قول عند الحنابله، قال ولو رقيق شفاف مخرق، يعني لو شرب في ليه حريمي مقطع يمسح عليه، صحيح على مذهب الحنابله. ايه رايك بقى؟ يعيش الامام احمد بن حنبل جزاه الله خير. والناس يقولوا عليه صعب وبتاع، ها؟ ما هو ابن تيميه اصله حنبلي احيانا. ايوه، ما هو اصل ليه قول زي بقيه المذاهب، وده الراجح في مذهبهم انه زي بقيه المذاهب. انا بقول لك اللي مش المرجوح في مذهبهم هو اللي الناس يقولوا عليه، ده مرجوح في مذهبهم حتى. عشان كده بقول لك على المذاهب الاربعه ده ما ينفعش الا قول مرجوح في مذهب الحنابله. وسواء قدم الوضوء كله او بعضه او اخره او فعله في اثناء الغسل فهو محصل للسنه، لكن الافضل تقديمه لان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي فيه حته حلوه تناسب الصحه. يعني انا مثلا حسيت بحكمتها بدون ما حد يقولها لي. كنا مره في معسكر كده واحنا طلبه، والواحد صحي الصبح مضطر انه يغتسل الفجر وكانت الدنيا برد، وبعدين احنا شافعيه ما ينفعش هنغتسل حلا وهنموت. فالمهم رحت جايب الميه كده مترتكه، فرحت ايه نويت الغسل وايه وبتاع، فلقيت ايه لما ابتديت اتوضى الاول ابتدى جسمي يعتاد الميه حبه بحبه بالتدريج، لحد ما لقيت في الاخر بعد ما خلصت الوضوء كويس استحملت ان انا احط على بقيه جسمي وما عيتش. قلت يا سلام على السنه الجميله، اتاري الوضوء بقى في الاول بيجهز الجسم لاستقبال بروده الماء وسخونته. فشفت الرحمه؟ الواحد ما خدش باله من الرحمه دي الا لما نفذها في وقت صعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سنته تلاقي فيها رحمات مهما تقول فيها مش هتخلصها صلى الله عليه وسلم. وينوي به المغتسل أي مريد الغسل، وقوله سنة الغسل أي كأن يقول نويت الوضوء لسنة الغسل. إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر أي إن انفردت عنه كأن نظر فأمن أو تفكر فأمن، وإلا أي وإن لم تتجرد جنابته عن الحدث الأصغر بل اجتمعت معه كما هو الغالب. وقوله نوى به الأصغر أي رفع الحدث الأصغر ومثلها غيرها من النيات المتقدمة في الوضوء، وهذا ظاهر إن قدمه على الغسل. يعني بيقول لك لو كان عليه حدثين أصغر وأكبر يبقى ما ينويش الوضوء لسنة الغسل، الوضوء لسنة الغسل، بل ينوي الوضوء لرفع الحدث في الأول كمان. لكن إمتى ينوي الوضوء لسنة الغسل؟ لو كان جنبا فقط، وده نادر، كأن نظر فأمن. فهمت؟ لان احنا عندنا المني، خروج المني يوجب فقط لا ينقض الوضوء ويوجب الغسل، ده مذهبنا احنا كده. في سورة من نظر فأمن وجب عليه الوضوء، واخد بالك ازاي؟ ها؟ ولو كان متوضئ اصلا. ايوه يبقى ساعتها ما خلاص بقى ما عليه حدث. ما هو استثنوا المني، استثنوا المني زي ما استثنوا المني في النجاسات وقالوا طاهر. مش في كل الرجال، مش في كل الرجال ولا كل الناس طبعا، لان خروج المزي والودي ده بناقض للوضوء، وهذا ظاهر ان قدمه على الغسل. فان اخره نوى سنة الغسل ان لم يرد الخروج من خلاف
من قال بعدم الاندراج وإلا نوع رفع الحدث أو غيرها من النيات المعتبرة. وإمرار اليد اللي هو الدلك، التعبير عنه بالدلك سنة. أيوة تبقى سنة، تبقى تمام. وإمرار اليد ويندب كونه عقب كل مرة إن ثلث، لأن إحنا التسليس في الغسل برضو سنة، التسليس في الغسل سنة زي في الوضوء التسليس سنة، يبقى إمرار اليد اللي هو الدلك. وقوله على ما وصلت إليه من الجسد، إنما قيد بذلك لأن المعتمد عند المخالف أنه لا يجب عليه الاستنابة فيما لم تصل إليه يده، فيصب الماء عليه ويجزئه، يعني الجزء اللي ما بيطولوش يده زي ظهره كده وسط ظهره مش مهم ينيب حد يقول له تعالى ادعك لي ده، واخد بالك، يكفي ان هو يصب عليه الماء كده وخلاص. احنا قايلين اهو امرار اليد يعني الدلك، لكن واجب عند المالكيه وبوجوب الاستنابه في ذلك. وقال لك امال ظهره اللي ما يطولوش عند المالكيه، قال لك المنشفه بقى لما يجي ينشف كده بتحل محل الدلك، يعني برضه ما تقلقش، يعني معكش المنشفه العمامه، معكش العمامه الفلنه بتاعتك الحيطه، صرف. فان نظرنا له فيما فيصب ويجزئه ولم ينظر للضعيف القائل بوجوب الاستنابه في ذلك، ده في وجه ضعيف يعني. فإن نظرنا له سنة دلك ما ذكر بنحو حبل أو عصا خروجا من الخلاف، يعني أي حاجة بقى كده يزق. ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك، الدلك اللي هو التدليك يعني، أي فعبارته مساوية لعبارة من عبر بالدلك. والموالاة برضو سنة من سنن الغسل، وتجب في حق صاحب الضرورة كما في الوضوء اللي هو إيه دائم الحدث يعني، وسبق معناها في الوضوء، أي وهو التتابع بحيث لا يحصل بين العضوين تفريق كثير، بل يطهر العضو بعد بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والزمان والمزاج. وتقديم اليمنى المزاج انه ما يبقاش حرارته عالية قوي، عنده حمى تيجي تدلله كده المية تنزل عليه تش تنشف زي المكوة، شفت انت المكوة؟ بس تقوم تنشف على طول. اي اي لا ما يضرش، ما يضرش في الموالاة، احنا قايلين انه لا يجف العضو مع اعتدال الهواء والمزاج والايه والزمان، الزمان يعني ما يكونش شديد الحرارة، لان لو في حتة شديد الحرارة والشمس ضربة ممكن يجف بسرعة عن المعتاد. وتقديم اليمنى أي وتقديم الجهة اليمنى من جسده ظهرا وبطنا على الجهة اليسرى كذلك، فيفيض الماء على شقه الأيمن من قدام ومن خلف، ثم على الأيسر من قدام ومن خلف، وكل ذلك بعد غسل رأسه، وهذا في غسل الحي أو غسل الحي. وأما في غسل الميت فيغسل شقه الأيمن من قدام ثم الأيسر كذلك، كله من قدام الأول، الأيمن الأول من قدام والأيسر من قدام، وبعدين يحرفه ويغسل شقه الأيمن من خلف ثم الأيسر كذلك، لأنه أسهل على الميت والغاسل، وإلا هتقرف الميت بقى، تفضل تقدر فيه وبالآخر مش هيرضى يموت، ممكن يصحى يتخانق معاك لأنه يتأذى مما يتأذى منه حي، يعني الميت بيتأذى مما يتأذى منه حي، فما تقرفه مش كفاية أنت قرفه حياته، هتقرفه كمان في حال مماته، يبقى ريحه حتى في حال مماته يدعي لك وهو في قبره، زي في عالم في مغسلة دخل ايده جوه الشرج بتاع الميت قال يعني بينظف عشان ياخد بقشيش زيادة عشان قرايب الميت واقفين يوم يأذيه، المفروض اللي خارج بس ينظف، اللي خارج بس دخلش ايده جوه، يلبس جوانتي قال يعني بقى دكتور بيعمل له كشف بواسير ليه، ملهاش لازمة. حذر الكلام ده، كل واحد يحضر غسل ميت يقول للراجل الموسم ما يعملش الحركة دي، عشان كده بتؤذي الميت، حرام عليه. أيوة
من شقيه أي الأيمن والأيسر، وقد نظر المحشي لذلك فقال كان الأولى أن يقول وتقديم الأيمن على الأيسر، ويجاب عنه بأن الموصوف المقدر مؤنث وهو الجهة كما أشرنا إليه في الحل السابق، والمراد شقيه المقدمين والمؤخرين كما تقدم بيانه. حتى لغوية لو قريتها تلاقي سهلة. وبقي من سنن الغسل أشار بذلك إلى أن قول المصنف خمسة أشياء باعتبار ما ذكره هنا، وإلا فهي تزيد على ذلك كما مر. قول ومنها إزالة القذر كمخاط ومني، يبقى لازم يشيل أي أقذار على جسده. ومنها التوجه للقبلة أثناء الغسل يعني، وكونه بمحل لا يناله فيه رشاش، وتعهده معاطفه كإبط وغضون بطن وهي مكاسر الجلد. الناس التخان يبقى جلدهم تاني كده، فلازم يرفع طبقة ويمسك التانية ويرفع والتالتة ويمسك. في ناس طبقات كتير، انا بشوف انا الناس وزنها 250 كيلو و270 كيلو بيعملوا تدبيس معده وحزام وشغلانه، بيجي لك يبقى غلبان خالص. ده بيحتاج مثلا ايه ونش يخش معاه يرفع له طبقه عشان يغسل، فبتبقى صعبه. الله يكون في عونه. بس كل ده عملوه في نفسهم، بياكل من الحله ما عندوش طبق. ايوه طبعا الستات مثلا ثديها اذا كان مدلدل منها لازم ترفعه وتغسل تحت الثدي، وهكذا كل الحاجات دي كلها. مع الابط لازم يرفع كده وينظف الابط، وهكذا الحاجات دي كلها. واحد عنده لغد مدلدل كده يعمله برضه ويرفعه كده ويعمله كده كل حاجه. في ناس بيبقى عنده ورم مدلدل منه، عنده فتاء، في ناس عنده فتاء كده طالع من بطنه كده ومدلدل منه، وبرضه لازم يرفعه ويغسل حواليه ويغسل السره تدخل فيها المية الجزء المعاطفها دينا. بقابل ناس كتير مسلمين ومتجوزين وبقالهم سنين واجي اعمل لهم عملية في البطن الاقي في السرة زبالة قد كده، هو بقالها 20 سنة. بيغتسلوا ازاي دول؟ بيغتسلوا ازاي؟ ده لازم ينظف اصله خايف يغسل سرته لا يموت. قالوا له كده اول ما تولد. غلط، يغسل سرته وينظفها كويس بدون ما يلهبها يعني باعتدال، انما يعني لازم برضو يحط صباعه كده وينظف المعاطف البدن دي، لان دي بتفرق المسلم اللي فاهم دينه على فكره والمسلم اللي مش واخد باله من دينه، لان عشان يصلح عبادته وصلاته وغسله والحاجات دي كلها مهمه. والستر في الخلوه يبرد من السنن انك انت تستتر، مش تقف كده يعني ايه يعني ما احنا رجاله قدام بعض زي في حمام السباحه واوضه خلع الملابس، واللي يستتر يعيبوا عليه، شوف بيتكسب بقى الدين يتعيب عليه. فلازم بقى ايه في الحاجات دي بالذات في الجيش وفي الحتت اللي بتبقى معسكرات والحاجات دي كلها لازم يراعي، يبقى يستتر. دي من سنن. وحتى في الخلوة، واستتر في الخلوة يعني لو انت في بيتك وما فيش غيرك اقفل عليك باب الحمام، ما تقعدش تغتسل في الصالة والريسبشن. لا هو المقصود كده. لا 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 صعب. ها ده الكلام ده لو هتغتسل في الشارع، بكلمك جد، هتروح لافف كده حواليك ازار واخد بالك، والميه تيجي عليه تتشربه وتنزل في داخل جسمك ومن فوق الازار زي ما بيعملوا في الميت. ما هو الميت المفروض انك انت ما تكشفش عورته، بتستره واخد بالك ازاي، وتبتدي تغسله من فوق، بتصب حتى الماء من فوق الساتر. ايوه والستر في الخلوة او عند من يجوز نظره الى عورته، ويجوز ان ينكشف للغسل حينئذ، لكن الستر افضل. وان تتبع المرأة غير المحدة على زوجها وغير المحرمة بعد غسلها من نحو حيض، وان تتبع المرأة غير المحدة يعني مش في الحداد، فترة الحداد ما تستعملش أي طيب، غير المحدة على زوجها في حداد زوجها اللي مات 4 شهور، وغير المحرمة كذلك بعد غسلها من نحو حيض مسكا
فطيبا فطينا، فإن لم تجد فالماء كاف، فتجعل المسك أو نحو على قطمة وتدخلها فرجها إلى المحل الذي يجب غسله تطييبا للمحل وإسراعا للحبل. يعني ده كان بيعتقدوا إن النظافة دي بتسرع بالحبل. طين مطيب، يعني عارف انت ساعات المسك كده يترسب يترسب يبقى مطين في الآخر، فممكن تستعمل مش طين الشارع يعني. وده بيعين، بيقول لك بيعين على إسراع الحبل، لأن يمكن يتبقى حتة جلطة دم كده سد عنق الرحم يقوم يمنع إيه إن المني يعدي جوه. فقالوا إن التطيب ده والنظافة دي بتسرعها إنها تحمل يعني. وأما المحدة على زوجها فيحرم عليها استعمال المسك والطيب. نعم تستعمل شيئا يسيرا من قسط أو أظفار، دي أنواع كده بتبقى عند العطارين بتحل محل الطيب بس ملهاش ريحة. وأما المحرمة فيمتنع عليها ذلك لقصر زمن الإحرام، ولا ينبغي كما في الإحياء أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من جسدي جزء قبل الغسل، لأنه يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة، ويقال أن كل شعرة تطالب بجنابتها لكن تعاد إليه مفصولة، وقيل لا يعود إليه إلا الأجزاء الأصلية وهي الموجودة حين نفخ الروح فيه. يعني اللي بيعود إليه وده الراجح يعني ما يقصش ضوافره وينضف تحتها وكل حاجة، لكن ما يقصش ضوافره بعد الغسل. ليه؟ علشان قبل الغسل، قبل الغسل علشان ما يبقاش في أجزاء رماها وهي متلبسة بالحدث. فهمت إزاي؟ يبقى منضفها الأول، يرفع الحدث عنها، وكذلك الحلاق. كل دي على سبيل الاستحباب في الإحياء الإمام أبو حامد. لا، على الاستحباب، على الاستحباب فقط، على الاستحباب في السنن ليست من الوجوب. ده عند الاحياء بتاع ابو حامد الغزالي، ما هو ده صاحب الوجوه، من اصحاب الوجوه، وكان قبل الامام الرافعي ب100 سنه واكثر. التثليث ب50 سنه، يلا لو انت عايز 53 سنه، يلا. بينهم 53 سنه بين وفاه ده وولاده ده. أبو حامد ميت أظن سنة 505، والرافعي اتولد 557. فهمت إزاي؟ يعني بينهم حاجة و50 سنة كده. التثليث يبقى برضه من سنن الغسل التثليث، فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن ثلاثا من قدام ثم من خلف ثم شقه الأيسر كذلك، ولو غسل كل مرة ثم ثانية وثالثة كذلك حصل التثليث، فلا يتوقف تثليث واحد على تثليث ما قبله بخلاف الوضوء، لأن بدن الجنب كله كالعضو الواحد. يعني ممكن يثلث جنب جنب، وممكن يخلص جسمه كله مرة ويعيد تاني جسمه كله مرة ويعيد جسمه كله تاني مرة، وبقى يبقى تثليث. بخلاف الوضوء لازم يثلث كل عضو على حد. ولو انغمس في الماء فإن كان جاريا كفى في التثليث جري الماء عليه 3 جريات. يعني الفيضان بتاع شرق آسيا ده يعدي عليه موجتين بس، التالتة يستنى التالتة برضه. ده هو ربنا ينجي، ربنا ينجي والله. ده بيقول لك الموجة كانت ارتفاعها يتراوح من 10 متر إلى 40 متر، من 10 إلى 40 متر. وبيقول لك كان امتدادها مش عارف 100 كيلو، امتداد الموجة طولها 100 كيلو، وسرعتها 1000 ميل في الساعة. ايه ده؟ ده شغلانة ترعب ترعب. حسبها لنا يا سيدي الشيخ الدكتور زغلول النجار، كانوا مستضيفينه في إذاعة القرآن امبارح، وقال كلام مرعب. الواحد بقى ماشي على الارض خايف من الارض. ربنا ينجينا ويسلمنا.
لكن قد يفوته الدلك لأنه لا يتمكن منه غالبا تحت الماء، وإن كان راكدا حرك جميع بدنه حتى قدميه 3، يعني لما يبقى ماء راكد يهز نفسه كده 3 مرات، المية بتجري، هي المية اللي بتجري وهو ثابت ما يجراش حاجة، ولا يحتاج إلى انفصال جملته أو رأسه لأن حركته تحت الماء كجري الماء عليه. قوله وتخليل الشعر أي قبل غسله، لأن ذلك أبعد عن الإسراف في الماء. خاتمة، ها، ولا يحتاج إلى أن يطلع، يعني المية الراكدة ما يحتاجش يطلع منها وينزل 3 مرة، يعني حرك نفسه بس جملة جسمه يعني. وتخليل الشعر أي قبل غسله، لأن ذلك أبعد من الإسراف في الماء. خاتمة، لم يتكلم المصنف على مكروهات الغسل وشروطه، فمكروهاته هي مكروهات الوضوء كالزيادة على 3 اللي هو الإسراف، والإسراف في الماء وشروطه هي شروط الوضوء كعدم المنافي، عدم المنافي يعني انقطاع الحيض الحائض، ما ينفعش وهي في وسط حيضها تروح تغتسل، مش كده برضه، كعدم المنافي، وما ينفعش يغتسل والمني قاعد بينقط منه يستنى ما يخلص المني، وهكذا يبقى عدم المنافي. وعدم الحائل، ان ما يبقاش فيه حائل بين الماء وبين البشرة الى غير ذلك. ولا يسن تجديد الغسل لانه لم ينقل ولما فيه من المشقة، بخلاف الوضوء ويباح للرجال دخول الحمام ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم النظر اليه وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل لهم النظر اليها، لان الحمامات زمان كانت حمامات جماعية، فالشيخ بيتكلم على عصره، احنا الوقت الحمد لله ما بقاش الحكاية دي عندنا. فقد روي ان الرجل اذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه ويكره دخوله للنساء بلا عذر. حمام العام يا جماعة، لحسن الستات يخافوا يخشوا حمام بيتهم، لا، الحمام العام اللي هي زي حمامات زمان اللي بتاع ايام اجدادنا، دول مش موجودة احنا عندنا الوقت، لان امرهن مبني على المبالغة في الستر ولما في خروجهن من الفتنة والشر. وقد ورد ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله، ربنا ينجينا. والخناثة كالنساء، الخنثى الحكم حكم النساء برضو يعني يحرم، وينبغي لداخله اللي هو داخل الحمام ان يقصد التطهير والتنظيف لا التنزه والتنعم، وان يتذكر بحرارته حرارة جهنم ولا يزيد في الماء على قدر الحاجة والعادة، ولا بأس بقوله لغيره عافاك الله في اثناء يعني الغسل، ولا بالمصافحة. وينبغي لمن يخالط الناس التنظف بإزالة ريح كريهة وشعر ونحوه واستعمال السواك وحسن الأدب معهم. ونقف على فصل في جملة من الأغسال المسنونة يوم السبت القادم إن شاء الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون غفر عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله خير.